فاضل في كل مكان. ترحيبنا يتجدد دائما بكل لحظات الانطلاق والتواصل في منافسات هذا اليوم، حيث نسير لنبدأ مع حضراتكم حكاية ورواية الانطلاقات في منافساتها المستمرة والعديدة دائما. محبي هذه السباقات ومحبي سباقات المرموم، أهلا وسهلا بكم في لقاء يجدد روح النشاط والتنافس في هذه الأيام. المركز الأول، نتابع الصدارة والمقدمة حيث شوطنا العاشر ينطلق ويسير بحثا عن فايز ومتنومس جديد. هذه المتحدة غيرت المركز الأول، راشد بن محمد بن بطي الحديلي المنصوري قادمة من ميدان العبور للتنافس والتحدي في أرضية هذا الميدان، بينما المركز الثاني وصلت الآن الشبابية، تعود ملكيتها لمكتوم بن الشيبة السبوسي يقدم الشبابية من تحتل المركز الثاني. النقلة إلى المركز الثالث، وننتقل مباشرة إلى تواجد ومواجهة مناير خميس بن سعيد بن صالح الزرعي يحتل المركز الثالث. النقلة إلى المركز الرابع، ورابع المراكز هنا وصول من هملولة مايد بن سالم بن أحمد الطنيجي يحتل المركز الرابع. انتقل للمركز الخامس، ويأتي هنا شعار بن دري مقدما الشبابية، أحمد بن سعيد بن دري الفلاحي يقدم الشبابية على خامس المراكز. المركز السادس، وصلت في هذه اللحظة الشهامة لمحمد بن علي بن سعودي الاكتبي. المركز الثامن، ياصل شعار بن مسفر هنا مقدما خواطر سلطان بن محمد بن القوبع يحتل المركز الثامن. المركز التاسع، شعار الدكتور راشد بن حمد بن زفنة العفاري مقدما غروب، بينما المركز العاشر هذا اللي وصلت الشايبة تعود ملكيتها لراشد بن حمد بن علي العويسي. أعود إلى المقدمة وإلى الصدارة، ما شاء الله عودة إلى المتحدة، لا زالت مسيطرة مشاهدين الكرام، سيطرة واضحة. راشد بن حمد بن بطي الحديلي المنصوري يا سلام قادمة من ميدان العبور لتعبر بالانتصارات، سجل حافل بالنواميس ما شاء الله. المركز الثاني، المركز الثاني وصل شعار الزرعي، هذه اللي وصلت تقدمت الآن مناير خميس بن سعيد بن صالح الزرعي في هذه اللحظات، ومن الجانب الآخر الشبابية، الشبابية من الجانب الآخر مكتوم بن الشيبة السبوسي يقدم الشبابية من تتواجد في هذا الموقع وموقع الانتصارات. المركز الرابع، نصل إلى بالسعودي حيث يقدم الشهامة محمد بن علي بالسعودي الاكتبي في هذه اللحظات، واصلا واصفا انطلاقة هذا الشوط بالانتصار. المركز الخامس، انتقل إلى تواجد هملولة مايد بن سالم بن أحمد الطنيجي محتل المركز الخامس. انتقل للمركز السادس والشبابية الأخرى حاضرة، يأتي شعار بن دري أحمد بن سعيد بن دري الفلاحي، يصل هنا الجري ليقدم الشبابية الأخرى من خلال مسارها في انطلاقة هذا الشوط. الشايبة قادمة في المركز الثامن لراشد بن حمد بن علي العويسي، ولكن غروب من الجانب الآخر للدكتور راشد بن حمد بن زفنة العفاري، وكذلك يأتي شعار سلطان بن محمد بن مصر بالقوبع هنا حاضرا، ولكن تسلل من قبل لحن خليفة بن راشد بن حميد المهري يحتل أو المهيري يحتل هذه اللحظات المركز العاشر. هذه العشرة الأسماء مشاهدين الكرام، الكل يريد أن يجدد نشاطه بروح التحدي والتنافس في ميادين السباق، الكل يريد الانتصار دائما في كل المشاركات. عندما تجد النوعية الأصيلة التي تصل إلى منصات التتويج والاحتفال، عندما تصل إلى ميدان المرموم تحس بحلاوة الانتصار، بحلاوة الفوز، بحلاوة الناموسة. عودة إلى الشهامة، المركز الأول محمد بن علي بن سعودي.
الكتبي يقدم الشهامة على مقدمة الشوط، المتحد قادمة، راشد بن محمد بن بطي الحديلي المنصوري إلى المركز الثاني، المركز الثالث شوف الهجمات القادمة من المهجنات الأصايل، هذه الشبابية أول الهاجمين مع الجريه سأحمد بن سعيد بن دري الفلاحي يتقدم إلى المركز الثالث، إلى ثالث المراكز، الجانب الآخر أيضا اسم جديد قادم في هذه اللحظات مشاهدين الأعزاء يتقدم إلى المركز الرابع، ولكن أشوف المركز الخامس هذه اللي وصلت وتقدمت لحن خليفة بن راشد المهيري يحتل المركز الرابع، المركز الخامس من الجانب الآخر، سادسا وصول اسم جديد هذه وصلت الضبية، سالم بن حمد بن جار الله بن سالمين المري قادم في هذه المنافسات، الكل قادم، يا سلام الله، شوط والله مو بعادي، شوط ما هو بعادي ابدا، شوف شوف الاسماء، تبادل المراكز، المواقع دائما، على كل حال اعود الى الصداره والمقدمه، شوف التغيير اللي طرى وجرى، الشهامه مسيطره، الشهامه مسيطره، محمد بن علي بن سعودي الكتبي يا سلام، راعي اليافل يقدم الشهامه، مسيطر على ناموس الشوط، الشبابيه قادمه، الجريء قادم، احمد بن سعيد بن دري قادم الى المركز الثاني في هذه اللحظات، اما المركز الثالث من الجانب الاخر، لكن شوف اللي وصلت، اخذت المركز الثالث الان، هذه الضبيه، سالم بن حمد بن جار الله المري، ولكن الله هجمه هجمه من بشاير، عماد بن غريب بن سعد الجنيبي يا سلام، شوفوا شوفوا، الله تقدم، تقدموا اهل الجنوب هنا في هذه اللحظات، ولكن شوف القادم 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 عماد بن غريب بن سعد الجنيبي، ولكن شوف الجانب الاخر، شوف التسلل، يعني لحظات سريعه، تبادل المراكز سريع، 1200 على خط النهايه، الكل يستعد، الكل يستعد الى لحظات التحليق الاخيره، الشهامه سيطره، الشهامة تقدمت، الشهامة سيطرت على المركز الأول، لكن شوف التسلل الجميل، بلشة بلشة طارش بن علي بن بخيت، وصل الآن بن بخيت، واصل واصل، يبغي يطرش إلى الانتصار، إلى الناموس، يا سلام يا بن بخيت ويا المسافري، ولكن بن هدي قادم، بن هدي قادم مع الشايبة في هذه اللحظات، ولا اللي وصلت، شوفوا شوفوا اسمها، الله يا بن هدي وصل، خذ المركز وين؟ هذه اللي وصلت مشاهدينا الكرام، الشاهينية عبيد بن محمد بن يوعان الخيالي مشاهدينا الكرام، وصل خذ هذا الموقع من خلال هذه اللحظات، المركز الأول ما شاء الله، تقدمت في هذه اللحظات الشاهينية، الشاهينية عبيد بن محمد بن يوعان الخيالي، هذه اللي وصلت، خذت المركز الأول، غيرت إلى الصدارة ما شاء الله، المركز الأول صدارة عيناوية بشعار بن هدي إلى الصدارة وإلى المقدمة، المركز الثاني التوافيق سليمان بن سعيد بن ناصر السعدي، ولكن خلاص راحت الشاهينية، راحت الشاهينية بالانتصار في هذه اللحظة، عبيد بن محمد بن يوعان الخيالي ما شاء الله تسيطر، تتقدم، تفوز وتنجز هذا الانجاز، لحقتنا في اللحظات الاخيره، لحقت ارشاب، غيرت، انتزعت الناموس، اهدت الفوز والانتصار من خلال هذه اللحظات الى المركز الاول، الى ناموس هذا الشوط، تحدي جميل من خلال منظور التحدي والشاهينيه، هي من تفوقت في انطلاقه هذا الشوط، تهانينا لمالك الشاهينيه عبيد بن محمد بن يوعان الخيالي تهانينا وناموس، واسعد الله صباحك يا ابن هدي. المركز الثاني هذه توافيق سليمان بن سعيد بن ناصر السعدي، المركز الثالث، المركز الثالث، المركز الثالث، اذا مشاهدي الاعزاء بلشة طارش بن علي بن بخيت المسافري، عموما على كل حال شوط كان سريع جدا للغايه، هنا مع الشاهينيه لحظات الانتباه الاخيره وتسع دقائق 18 ثانية جزئين من الثانية، كانت الشاهينية سيدة الموقف لمالكها عبيد بن محمد بن يوعان الخيالي، واسعد الله صباحك على الفوز، 9 18 جزئين من الثانية، ثانينا وناموس بينما المركز الثاني، 9 دقائق 19 ثانية 5 أجزاء من الثانية، كانت توافيق سليمان بن سعيد بن ناصر السعدي حلت في المركز الثاني لتقدم هذا الأداء الجميل، بينما في المركز الثالث هناك لحظات وصول من بلشة 9 دقائق 19 ثانية و9 أجزاء من الثانية.
تهانينا والناموس لمالكي بلشه طارش بن علب مخيت المسافري حيث حضوره المميز والانيق في انطلاقه هذا الشوط. تهانينا للجميع في منافسات شيقه وعملاقه دارت تحدياتها في انطلاقه هذا الشوط.